شو مالك؟ شو قاعد بدك تبورد؟ لا لا قاعد بسقي بسقي. تسقي شو يا ابو السعيد؟ بسقي بسقي زرعت بدي يطلع المحصول. كنت مش شايف التصحر اللي براسي؟ زرعت شعر بدي اياه يطلع. يعني انت ابو السعيد هسه بدك تزرع شعر؟ شو يعني بدك تتشبشب وتتجوز وحده ثانيه؟ اسمها تتشبب تتشبشب هاي ولك انت بتلغم سوالف. انت بدك تتشبشب ها ولك شو اتجوز ثاني ولك ولك انا ام السعيد ما بدلهاش بهاي فوهبي. يعني لو تقول لي سيرين عبد النور لو بص بعيني مره بس ممكن يعني. بس المهم قلنا خلينا نزرع شعر مشان ام السعيد تتصبح بشعر مش بقرعه محلسه مثل قرعتي. عندنا سليمه بن نوره بالقريه رايعه تركيا وزارع شعر وراجع بشاليش تقول بوب مارلي. قلت أني هو سليمة بن نورة أحسن مني. حطيت العباية السوداء وشورتها وحطيت الشنطة وبوجهي وين على تركيا أشرب تيتن وكيف. رحنا على تركيا تعرف هسا الجو مناسب وموسم زراعة عندهم. بس قبل ما أروح على الدكتور ويزرع لي لازم أساوي تور. رحنا على بيت مهند ونور. أما شو بيت مهند ونور؟ أبتاه مكبرة أبتاه كبير كبير يا عمو. قول ما شاء الله يا مسعي. ما شاء الله يا عمو هو أنا بدي أحسده. صوروا المسلسل وكملوا يعني بدو ينهد هسا جاب رزقته البيت وخلص. خلصنا هالرحلة الروتينية اللي كل الأردن بيروحوها وطبعا كلهم متجوزين معي إلا أني. أنا هذا الموضوع شجعني أكثر وأكثر مشان أرجع الشباب أرجع أيام شهر العسل وأرجع أيام الشعر الطويل والشاليش. أنت فكرك عاصي الحلاني لمين غنى أغنية والشعر طاير طاير يلعب بها الظفاير؟ لمين؟ ليه مالك الشعر الطويل؟ عاصي الحلاني بدي غني لك؟ هسا أقول لك سلفتني وعاصي وبوجهي على أفضل أخصائي وأشهر أخصائي زراعة شعر بتركيا وأصير أسولف معه بالتركي يا عمو. المهم قلت له يا أخي بدي أزرع شعر بمعيتك. شو رد علي الدكتور؟ إيه مو على عيني. كيف بدك إياه هون؟ إسقاية ولا بعيل؟ إيه قصدي تفرقن على جنب ولا لورا؟ وأني قلت له شو بتفرق دخيل عينك؟ هو قال لي حسب الستايل اللي بدك إياه. إذا بدك عبد الحليم بعمل لك إياهم من قدام. إذا بدك ستايل الفيس بعمل لك يوم من ورا. اذا بدك ستايل قصي خولي بعمل لك يوم من هوني. اني اول مره بعرف انه قصي خولي له ستايل. وقال لي الدكتور بعديها وعشان اضبطك تظبيطه بعمل لك بيت بلاستيكي مشان نزيد الانتاج. ما هو عمو انت فاتح مزرعه بالغور بيت بلاستيكي مش ضايل غير تزرع لي بندوره جوا راسي ونصير نوزع. اني يا عمو بدي شعري يفرق من النص مثل هيك مثل زاهي افندي. قال لي يا عمو تبشر وتكرم بس لازم ناخذ شعر من مكان ثاني من جسمك. قلت له من وين؟ قال لي لازم ناخذ من شواربك. انت شواربك شوارب ظلم. اخذ قد ما بدك اخذ قد ما بدك. قام شو بلش يحط نقط على راسي ويخطط. اخذ يزرع من هون ويحط من هون يزرع من هون ويحط من هون وجاب تراكتوره وعمه وبلش ينكش ويسقي ويزرع يسقي ويزرع وينكش. واني طالع من عنده ويقوم صقر ويجي ويهدي على راسي واقول له يا ابن الحلال انزل هاي شواربي هاي انت حت. قال لي لا هاي من ريحتهم مش انت ابو السعيد اللي بيهدي على شوارب الصقر. قلت له يعني بدك تكذبوا اني؟ قلت له اني ابو السعيد اللي بيهدي على شوارب وصقر. ما شاء الله عليك يا ابو السعيد. الله يسعدك يا عمو. ورجعنا على الأردن من هون ويكت الشعر من هون ما تقول زارعه بكيماوي كت من هون يا عمو. وطفى قلبي من هون. قلت انسى سيبك بلا سيرين عبد النور بلا حكي فاضي. لو بص بعيني مرة العافية. يعني اللي بيشوف كل الضواب المضوية هاي بيقول لك مشاركين معي بالفاتورة انت وياه. شوفي الجيزر شغال انا ما بتهمك بس بدي اسالك كمان سؤال. شو طبخت اليوم يا ابو نزار؟ ما انتش باميه وملح كثير. المهم مين اللي تحمم اليوم يا ابو نزار؟ ما انت عارف انه أنا عارف كل شيء بس بختبرك. ريحتك بامية والبامية فيها بامية.
ولسه ما تحممتي، معناته مش انت. حاولي ما تطلعي من البيت لانه ممكن نطلبك باي لحظه. كيف زي الافلام صح؟ جيبي لي السطل الكبير. ابنك السطل. شو بدك ايش تحكي؟ انا بعترف يابا، خلص انا اسف يابا، بعترف اني انا حرقت المصنع يابا، بس والله ما كان قصدي. صحيح انه يعني هو انا رميت دخان وفجر لحاله، بس يابا مش قصدي، وانا مروح كمان تعست ولد، والله ما كان قصدي يابا، بس كمان الولد هو اللي نط علي يعني، بس كمان يعني مش قصدي يابا. يابا فداك كل المواضيع هاي، انا موضوعي. مين شغل الجيزر؟ مين شغل الجيزر يابا؟ مالنا يابا؟ يابا يعني شغل جيزر واتحمم يابا، عشان مريحت يعني شغل حمام. وبيني وبينك معك حق، انا مش عارف ليش شكيت فيك. جيب لي جاز الكنادر اللي جوا. مش هذول جاز الكنادر اخوانك، وقعتوا وما حدا سمع عليه. والله هو اللي عرقلني، ماليش دخل. ايش كعب محمد؟ انا عارف انكم فردتين بكندره واحده. وسعنا اسمع، اساليبكو هاي انكو بدكو تسوي فرق علي ما بتمشي. عاد بتمشي على امي يعني. اعترف انت وياه يابا، مالك قالت فيها المتهم كيف بالضبط صح؟ لو القرافة مش صفرة يعني. اعترف انت وياه، بس يا ريت لو تحدد لنا المكان. المكان الحمام، اكثر تفاصيل يعني الديتيلز مهمة بهاي الشغلات. كبسة الجيزر يعني، لو من غلبك بالكبسة ايش كمان؟ مين اللي شغل الجيزر؟ هو احنا عندنا جيزر؟ والله هو بيني وبينكم انتم مع الطواقي هاي، شو بدي اعرفكم عندنا جيزر؟ جيبوا لي اخر العنقود. بتنهف؟ جيب اخوك الصغير، بلاش اخليك توأم ملتصق انت وياه. ايه؟ احنا مش توأم ملتصق؟ حبيبي انت احسن واحد فيهم. انا عارف مش انت اللي شغلته، بس انت بتعرف الاجراءات يابا، وانت بتعرف كل شيء بصير بالبيت. اليوم جايب لك اشي كثير انت بتحبه، اشي زاكي. ماليش مصلحة فيها، ما انت تاركها. وهاي برضو تركتها؟ هاي رشوة يابا، ترشيني؟ شو قلتي؟ أنا بس ببيب! أنت يبدو أسلوب الترغيب مش ضابط معك، بدي أشتغل معك على ليفل ثاني هسا. حاب ميرو يموت بسببك؟ إلا ميرو يابا، إلا ميرو. بقول لك احكي مين اللي شغله يابا. إلا ميرو، لا ميرو. احكي مين اللي شغله، بلاش يروح فيها يابا. ما انت متجهز للحقيقة، حقيقة مرة يابا. بقول لك احكي مين اللي شغله يابا. انت شغلته اليوم الصبح، تحممت يابا. انا؟ لا يابا، شم ريحته. مستحيل. كيف؟ لا، ليش؟ مستحيل. كيف؟ برد. ليش الدنيا برد؟ كونديشن؟ يا ولاد! مين اللي شغال الكونديشن؟ ولك ليش متأخر؟ خلينيش أطلع اللي جواتي. هو طلع. مين اللي منكد عليك؟ قول لي. البلدية. ما هو إلهم بالعادي نكتوا على الناس. وشو عملوا هاي المرة؟ والله شكلهم مركبين كاميرات جديدة. لا سيدي، مش عشان الكاميرات. ولا شو عاملين؟ يا زلمة محفرين الشارع الرئيسي ومسكرينه. يا زلمة هاي بسيطة، روح من الشارع الفرعي. إذا مالك أنت ومحفرينه كمان الفرعي. هاي زلمة طول بالك، مش مستاهلة. إذا ما أنت عارف البلدية مش أول مرة بيعملوهم. مشيلهم إياها، بضلها معشرة أمور. ولا تصلهم كل يومين بحفروا عنا بالشارع يا زلمة. يمكن بدوروا على ذهب؟ سمت الثانية مصدق قصة الذهب؟ أصلا هم لو ملاقيين ذهب كان ما اشتغلوش في البلدية. لا هم شكلهم متأمرين علي ترى. يم
متأمرين عليك مرة واحدة؟ ولا ليش بس شارعنا اللي بحفروه يعني؟ هو بس شارعكم، هم محفرين البلد. يا زلمة تقول ملعب جولف صارت البلد. ملعب جولف؟ يرحم جدك. ماشي محفرين البلد، بس شارعنا كل يوم بحفروا فيه قاعدين. ما هو مش لهالدرجة أنت مهم عشان يتآمروا عليك. يعني البلدية يا أخي شو مصلحة تتآمر عليك؟ معقول عندك معلومات مهمة؟ لا. طب بتعرف ناس مهمين؟ إذا بعرفكم أنتم أنا. لا تكون تشتغل مع الأعداء. إذا ما أنا هون مش ملاقي شغل. ما هو مش معقول مستقصدينك يعني، مش معقول. يمكن منطقتكم بدها تصليحات كثير حبيبي. صحيح، أنت وين ساكن؟ تعرفوش؟ أنا ساكن في عجلون.